السلام عليكم. توقف اليوم وزير السكن العمران عند ملعب دويرة، حيث أنه عاين الورشات الثلاثة اللي راهي حاليا قيد الأشغال، وهي الورشة الأولى إنشاء الأنفاق، ثلث أنفاق للولوج إلى داخل الملعب، والورشة الثانية هي المدرجات، وضع العوازل المواد العازلة على المدرجات قبل البدء في وضع الكراسي، والورشة الثالثة تتعلق بميدان كرة القدم اللي راه التهيئة جارية لبداية وضع النظام تاع تصريف المياه. إضافة إلى هذه العملية الثلاثة، هناك لاحظت في الصور بدء عملية وضع سياج داخلي ليفصل المدرجات على الميدان تاع الملعب. إذن هناك أشغال راهي سايرة، حتى ولو الوتيرة تبدو غير كافية، وهذا ما أكده الوزير اليوم. إن شاء الله في المستقبل يكون فيها يعني تسريع في وتيرة الأشغال، خاصة أنه العمال اللي كانوا في ملعب براقي خلاص يسمى خلاص من الآن الأشغال في براقي. إذن العمال، كل العمال اللي كانوا في براقي يعاودوا يولوا للملعب تاع دويرة، بأنه نفس الشركة اللي بنت براقي هي اللي راهي تبني في الملعب تاع دويرة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.